النهارده نبتدي نتكلم بقى على موضوع الاجهاد الاكسدي ومضادات الاكسده والفري راديكلز وتاثيرها على الميتوكوندريا وعلى عملها الحيوي وبالتالي تاثيرها على الكلى. في الحقيقه انه قد تعمل مضادات الاكسده على ازاله انواع الاكسجين التفاعليه او تغير نظام مضادات الاكسده، كما تنظم الطاقه الحيويه للميتوكوندريا او ديناميكيتها، كما تنظم وتحد من تليف الكلى. قد تحدث تشوهات الميتوكوندريا بسبب الاجهاد التاكسدي، ممكن لمركب البلوي فينول يعني على سبيل المثال الموجود في بذور العنب رفع نشاط الانزيمات المضاده للاكسده ويحمي خلايا الكلى المعرضه للاجهاد التاكسدي. وقد ثبت ان الكركمين له انشطه مضاده للالتهاب ومضادات الاكسده لتحسين المرضى المصابين بمرض الكلى المزمن. الحقيقه ان هي بتبقى كلها عباره عن دراسات. طبعا احنا مش هنروح نجيب بذور عنب نقرقشها ولا ناخد شويه كركم نشربهم عشان نحسن وظائف الكلى، لا، الموضوع ما هوش كده، موضوع له ضوابط ودي كلها اوراق بحثيه. للتحكم في الوظيفه الطبيعيه الميتوكوندريا بتخضع لعمليات مستدامه متنافسه عباره عن تعويض الخلل عن طريق الاندماج والقضاء على الضرر عن طريق الانشطار. يعني هي بيبقى في عمليتين ضد بعض، موضوع الاندماج والانشطار والالتهام للميتوكوندريا. بسبب الاجهاد التاكسدي الميتوكوندريا خلل في عمليه الاندماج والانشطار للميتوكوندريا وينتج عنه تفتت الميتوكوندريا مما يؤدي لخلل في الميتوكوندريا وموت الخلايا المبرمجه. علاوه على ذلك، التحكم في جوده الميتوكوندريا والحفاظ عليها بتتحلل الميتوكوندريا التالفه عن طريق الالتهام الذاتي الانتقائي الميتوكوندريا والذي يطلق عليه الالتهام الذاتي للميتوكوندريا. وبتشير الأدلة المتزايدة لأن الجهاز التأكسدي بيعمل كمحول إشارة رئيسي داخل الخلايا لدعم الالتهام الذاتي. للالتهام الذاتي الميتوكوندريا بتبتلع الميتوكوندريا التالفة وتبتلع بواسطة ويصلات ذات غشاء مزدوج بتسمى الالتهام الذاتي وتتحلل من خلال عمل اللايزوزومات الموجوده في داخل الفويصلات. طيب بيعمل الحقيقه الافراط في انتاج انواع الاكسجين التفاعليه على تعزيز موت الخلايا المبرمج بواسطه الميتوكوندريا. مضادات الاكسده بتتمتع بقدره اكبر على تخليد والتخلص من البذور الحره، التخليد يعني تروح ماسكها كده بمخلب كانها ماسكها بمخلب وتتخلص منها، وتقليل الاجهاد التاكسدي وحمايه الخلايا من الموت المبرمج ويزيد من نشاط المبرمج بواسطه الميتوكوندريا. الكلى هي العضو المستهدف الاكثر حساسيه للسموم المختلفه اللي بينقي الدم من السموم، وقد تكون مرتبطه بتطور مرض الكلى المزمن ومرض الفشل الكلوي في مراحله النهائيه مع زياده معدلات الاصابه والوفيات. اذا الكلى معرضه للتلوث البيئي والاجهاد التاكسدي واصابه الميتوكوندريا الكلويه. الجسيمات الصغيره زي ال NO2 والCO2 والCO3 عوادم للمركبات من المؤكسدات التي تسبب مخاطر صحيه عامه وقد تكون مرتبطه بمرض الكلى المزمن. تزايد مستويات هذه الجسيمات الصغيره في الخلايا الانبوبيه للكلى بيحفز الالتهام الذاتي وموت الخلايا المبرمجه. اظهرت الفئران المعرضه لعوادم المركبات المحاكيه لهذه المواد زياده في الاجهاد التاكسدي وانخفاض نشاط مضادات الاكسده في الكلى، ولوحظ ايضا خلل في الميتوكوندريا مع زياده الالتهام للميتوكوندريا وانخفاض الالتهام وبالتالي انخفاض انتاج الـ ATP. بترتبط الملوثات البيئية والصناعية بمشاكل صحية مختلفة، وبتشير الأدلة المتزايدة أن بعض المعادن الثقيلة لها تأثيرات شديدة السمية ومسببة للسرطان لدى البشر والحيوانات، ودي الموضوع اللي احنا نبتدي نتكلم فيه المرة الجاية، موضوع المعادن الثقيلة اللي هي بتسبب تلف للكلى، وده كلها بنعتبرها اكسوجينوس فري راديكلز او عوامل خارجيه عشان نربط الموضوع مع الفيديوهات السابقه. نتكلم عن المعادن الثقيله المره الجايه.